أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين، نستضيف اليوم دكتور محمد رضا حلاوة، أستاذ البطنة والغدد الصماء والسكر بكلية طب جامعة عين شمس. هيتكلم معانا النهاردة عن مرض السكر ومدى خطورة هذا المرض باعتباره أصبح هو مرض العصر. وطبقا لإحصائيات الجمعية العالمية للسكر، وصل عدد المصابين من هذا المرض 537 مليون، نصيب مصر منهم 11 مليون. وللأسف الإحصائيات بتشير إلى أن احنا قد يتضاعف هذا العدد ل 20 مليون في 2045. فطبعا ده بيمثل منظومة، يعني ضغط على المنظومة الصحية في مصر غير عادي، بخلاف خطورة هذا المرض ومضاعفاته على المريض نفسه وأجهزة المريض سواء كلى سواء قلب. دكتور محمد حلاوة هيكلمنا النهاردة عن أسباب الرئيسية المؤدية للسكر بأنواعه، والجديد في علاج هذا المرض. برضو في نوع من التفاؤل شوية، بس تفاؤل حذر، مش معناها ان احنا برضو يعني ما نحاولش نظبط نفسنا واللايف ستايل لحياتنا كلها. يعني اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا استاذة حنان، سعيد بوجودي مع حضرتك، وطبعا يمكن دي فرصة عفوا عشان نلقي الضوء على احد زي ما حضرتك اشرت في المقدمة المشاكل المرضية اللي تعتبر كبيرة وسريعة الانتشار على مستوى العالم. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت في بداية المقدمة، عدد مرضى السكر طبقا لآخر إحصائية للإنترناشونال دايابيتس فيدريشن حوالي 537 مليون، وده بيمثل عدد كبير جدا. نصيب مصر منه حوالي 11 مليون طبقا لهذه الإحصائية اللي هي لسه منشورة في ديسمبر 2021، وده متوقع برضو. يمكن حضرتك اشرت للجزئيه دي ان هو يتضاعف على مدار ال 25 سنه القادمه. مشكله السكر مش بس عدد، مشكله السكر ان ارتفاع السكر على مدار الوقت بيؤدي الى مضاعفات لمختلف اجهزه الجسم. يعني ارتفاع السكر الغير منضبط له اثر سلبي على الكلى، على العين والشبكيه، على القدم، وعلى شرايين الجسم، خاصة طبعا شرايين القلب، شرايين المخ، والشرايين الطرفية. كل هذه المضاعفات قد بتزيد طبعا الجزء المرضي، وبالتالي احتمالات الوفاة بتبقى عالية فيه في حالة عدم انضباط السكر. لو جينا نتكلم على يعني تعريف بسيط كده للسكر وارتفاع مستوى السكر عن المستوى الطبيعي، اللي هو بنقول يعني 126 او اكتر لو المريض او لو الشخص يعني صايم، او اكتر من 200 لو الشخص فاطر او بعد الاكل بساعتين. بصفة عامة عندنا نوعين رئيسيين من مرضى السكر، في بنقول عليه النوع الاولاني، وده غالبا بيصيب الاطفال صغار السن او يعني الشباب الادوليسنت بنسميه، ودول بيمثلوا حوالي من 5 ل 10% من مجموع مرضى السكر. ده اللي هو النوع الاول يا دكتور؟ النوع الاول من النوع الاول من مرض السكري، وده حقيقي بيبقى نتيجه ضعف شديد بيصيب الخلايا المسؤوله عن افراز الانسولين البيتا سيلز، بيبقى يحصل شبه تدمير كامل من 80 ل 100%. وده معناته ان مريض السكر من النوع الاول بيحتاج انسولين منذ اللحظه الاولى للتشخيص، وده ضروره علشان استمرار الحياه. وده اللي في الغالب بيبقى اسبابه وراثيه بنسبه كبيره؟ هو طبعا الاسباب الوراثيه بالنسبه لمرض السكر بصفه عامه مهمه، بالاضافه الى اسباب اخرى. يعني لو جينا نقول بالنسبه ل النوع الاول هناك اسباب اخرى بالاضافه للاستعداد الوراثي، بيبقى في بعض الاصابات خاصه الاصابات الفيروسيه، بعض التفاعلات المناعيه، وتكوين بعض الاجسام المناعيه اللي هي بتؤثر سلبيا على افراز الانسولين، بالاضافه طبعا الى الجانب الوراثي. معلش يا دكتور النقطه دي مهمه، بعض الاصابات الفيروسيه او الاجسام المناعيه بتؤدي لعوامل تسبب هذا النوع من السكر، ليس شرطا وراثة. ده غالبا لما بيحصل الكلام ده بيحصل في الشخص اللي عنده استعداد وراثي.
عنده استعداد وراثي، ما هو مش كل واحد هيصاب بالتهاب فيروس هيحصل له سكر. عشان كده ممكن يخوف الناس. هنضطر نقول فيروس ايه وفي اي مرحله من العمر. مجموعه عوامل مرتبطه ببعضها، استعداد وراثي، بعض الالتهابات، بعض الاضطرابات اللي هي المناعيه اللي هي تؤدي الى احتمالات نسبه الاصابه بمرض السكر من النوع الاول. النوع الثاني وده بيصيب اكتر البالغين او كبار السن، احتمالات الاصابه بتزيد مع تقدم العمر. ده بيمثل تقريبا من 90 ل 95 من مجموع مرضى السكر، يعني انا لو عندي 100 مريض سكر هيبقى عندي 90 95 منهم عندهم النوع الثاني، وعندي حوالي من 5 ل 10 منهم النوع الاولاني. النوع الثاني الجزء بقى بالاضافه للجزء الوراثي، العوامل البيئية المحيطة بتزود احتمالات الإصابة بالسكر، خاصة طبعا الأكل الغير صحي، وطبعا الإفراط في الأكل خاصة النشويات والسكريات. ويمكن احنا عارفين تغيير النمط الغذائي في الفترة السابقة بالنسبة لي يعني المجتمع خاصة للشباب الصغير، إلا قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بنسميها sedentary life. طبعا العاملين دول مع بعض بيزودوا احتمالات الإصابة بالسمنة، ويمكن السمنة دي احنا بنعتبرها صورة ميرور ايمج، يعني صورة مراية، وبالنسبة للأعداد وزيادة الأعداد بالنسبة للسكر اللي هي بتؤدي إلى مقاومة الإنسولين مع بعض مشاكل في الافراز الانسولين تؤدي الى النوع الثاني من السكر. يعني نقدر نقول مرض السمنه يعتبر مرآه عاكسه لنسبه امراض مرضى السكر في تماما. دي مقوله صحيحه، ويمكن احنا سعداء يمكن الفترة السابقة وحملة تحيا مصر كانت ركزت في فترة من الفترات الفترة السابقة على اللي هي لو كنا زي ما كنا بنسمع كده في التلفزيون الأمراض الغير سارية، وهي المقصود بها الأمراض التي لا تنتقل عن طريق العدوى. وطبعا وكان في ماس سكريننج اللي هو الفحوصات اللي كانت بتتم، ودي بينت طبعا نسب حقيقي مرتفعه بالنسبه اللي هي طبعا يمكن نقصد بها الامراض الغير ساريه اللي هو السكر والضغط السمنه واضطراب الدهون، ودي كلها بتؤدي الى مشاكل هتبقى كلها هتزود احتمالات الاصابه بمشاكل الشرايين والقلب. طيب احنا نتكلم عن اخطر، يعني عشان برضو وخصوصا بقى انا مش عايزه اكون محدده لمرضى السمنه، بس نحذر الناس طبعا من السمنه وتوابعها الخطيره، ومن خلالها نقول ايه هي مضاعفات السكر بقى على اجهزه الجسم بصفه عامه عشان كل واحد ينتبه، ولو حبينا نعمل تحليل دوري بقى كل قد ايه وفي اي مرحله عمريه. يعني لو جينا الاول نتكلم على السكر ومضاعفاته، فبنقول المضاعفات الحاده ارتفاع السكر بدرجه كبيره في خلال فتره زمنيه قد يؤدي الى ما يطلق عليه غيبوبه السكر. وغيبوبه السكر دي فيها عده انواع، لكن المشهور منها والرئيسيه يمكن دي بتيجي اكتر في النوع الاولاني اللي هو غيبوبه الكيتونز او الاسيتون. وفي غيبوبة أخرى ممكن تصيب اللي هم كبار السن. ده طبعا عفوا يا دكتور، غيبوبة الكيتونز دي اللي هي لو السكر عالي، نعم مش كده برضو؟ وفي خلال فترة زمنية بسيطة ده يتطلب على طول يعني التوجه إلى المستشفى، ويمكن المريض ده بيحتاج يدخل المستشفى لأن بيحتاج علاج بالإنسولين، وبيبقى غالبا مصاحب باضطراب في املاح الدم والميه بتاع الدم اللي هي كميه السوائل في الدم، فبيحتاج علاج، وقد يحتاج حتى بعض الحالات اللي يعني اللي بنعتبرها شديده شويه تحتاج العلاج في الرعايه المركزه. طيب عفوا يا دكتور، حضرتك توضح لنا في بعض المرضى بيحدث ليهم رغم ان هم مرضى سكر نقص شديد في السكر مره واحده او زياده دي الشديده في السكر مره واحده، اعراض دي ايه واعراض دي عشان حتى لو المريض في البيت اللي هم مخلطين ليه يفهموا وازاي يعملوا له الاسعافات ويعرفوها ازاي. سؤال مهم جدا، شكرا استاذ حنان على السؤال. هو طبعا احنا المريض السكر اللي بياخد بعض الادويه، مش كل الادويه بتؤدي الى هذا، ممكن تصاحب بانخفاض مستوى السكر. ده من الادويه ولا بصفه عامه؟ من الدواء.
يعني مريض السكر اللي بيحصل له انخفاض ده بيبقى غالبا من الدواء. في مشاكل انخفاض سكر اخرى لكن مش مرتبطة بمرض السكر، فهذه حالات مرضية مختلفة بتخضع بقى للبحث عشان نحدد اسبابها، وليها عدة اسباب واضحة. يعني ممكن مريض مش مريض سكر ويحدث له انخفاض في السكر، ده ملوش علاقة بمرض السكر، ملوش علاقة بمرض ده اسباب السكر. غيبوبة اخرى يعني، غيبوبة بالزبط. نقص السكر بس ملهاش علاقة بالسكر. بالظبط كده. اما اذا كان مريض السكر بيحصل له نقص في السكر فده هيكون غالبا مرتبط بعلاج السكر، وبالتالي يبقى انا محتاج اراجع الاطار العلاجي للمريض ده علشان اشوف الاسباب التي ادت الى انخفاض السكر، سواء الاسباب دي مرتبطة بنوعية الدواء او كمية الدواء او حدوث بعض الاعراض المستجدة للمريض ادت الى ان استجابته للدواء بقت مختلفة، ادت الى حدوث غيبوبة نقص السكر. ده بنتكلم على مريض السكر. طبعا ارتفاع السكر الشديد اللي احنا كنا يمكن بدأنا بالكلام بيه ده طبعا يعني هيبقى برضو مرتبط بالانتظام في العلاج ونوعية العلاج اللي هي في الاخر المدى بتاعها في زيادة السكر اللي تؤدي الى الغيبوبة. طبعا مش كل واحد هيجي له ارتفاع هيحصل له غيبوبة، لكن احنا بنتكلم على اللي هي يعتبر مضاعفات الحادة، ارتفاع الشديد وبالنسبة للسكر. طيب يعني في مضاعفاتها لا قدر الله ممكن تؤدي للوفاة مثلا، وفي خلال قد ايه لازم يعني ينتقل لمستشفى فورا؟ طبعا بالنسبة للغيبوبة الاسيتون او الكيتون وارتفاع السكر ده طبعا غالبا المريض ده بيبقى عنده بعض الشكاوي زي مثلا الغثيان والترجيع، ضعف التركيز، نزول الوزن. التوجه للمستشفى بيبقى ضروري في الوقت دوت، بيتم عمل طبعا تحليل لمستوى السكر، وفي نفس الوقت بندور على وجود الاسيتون سواء بنشوفه في تحليلات البول او تحليلات الدم، وفي تحليلات اخرى برضو مرتبطة بهذه النوعية من الغيبوبة زي مثلا فحص غازات الدم وفحص املاح الدم. طيب انا المريض اللي قدامي ده ممكن يحصل له غيبوبه ما ببقاش عارفه ده زياده ولا ده نقص في السكر، اعرفها ازاي عشان اعمله يعني زي بيقولوا اعمله اديله بونبونايه ولا ايه اعمل، ولا اكيد هرتكب خطا مثلا؟ طيب انا طبعا لو عارف ان مريض السكر ده الشخص اللي قدامي ده اللي هو بدا يفقد تركيزه او داخل على غيبوبه سكر، وانا عارف او داخل على غيبوبه سكر وانا عارف انه مريض سكر، وانا معيش الوسيله التي تساعدني ان انا افرق ما بين ده ارتفاع والانخفاض، بنتعامل معاه على انه ده انخفاض للسكر فبديله حاجه فيها سكر. لو انخفاض السكر هو السبب بيحصل استجابه سريعه يعني خلال دقائق. طبعا في بعض العلامات مرتبطه بانخفاض السكر انا بشوفها كطبيب او حتى الاخرين ياخدوا بالهم منه، واحنا بنحاول نعلمها لمريض السكر او للمصاحبين ليه في البيت. زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا زياده ضربات القلب، زياده التعرق، وجود رعشه في الجسم او في اليد. بعض الناس ممكن تشتكي من الصداع، التركيز يبتدي يكون اقل شويه، او يبتدي العيان استجابته او يعني تحركاته غير يعني ايه البيهيفير نفسه مش مظبوط، تغير السلوك، يعني واحد قاعد قدامه بدا يتحرك او يتكلم كلام مش مظبوط، مهزوز يعني مثلا، مهزوز او كلام مثلا بيتكلم كلام مش مرتبط بطبيعه الجلسه اللي موجود فيها. كل دي بتعتبر علامات ان احتمال انه يكون السكر منخفض. لو انا شكيت اول حاجه بصلحها، اسرع حاجه ان يكون عندي حاجه فيها سكر سريع، وليكن مثلا معلقة سكر في كوباية مية أو نص كوباية عصير، لو مثلا حاجة من المياه الغازية زي السيفن أب أو البيبسي ممكن كوباية. طبعا لو أتيح لي بعد كده إن أنا أشوف مستوى السكر يكون أفضل. مريض الانخفاض السكر غالبا استجابته بتبقى في خلال دقايق بيبتدي يستعيد وعيه. طبعا لو العمليه طالت عن كده لا انا مضطر ان انا اخد المريض على المستشفى، لان ممكن يكون هناك اسباب اخرى لهذه يعني اضطراب الوعي او الغيبوبه يعني.
طيب نتكلم بقى عن أخطر مضاعفات السكر وتأثيرها على أجهزة الجسم المختلفة، كتلخيص سريع كده على الأجهزة. الجانب الآخر بقى من مضاعفات السكر الغير منتظم، عايزين نأكد على النقطة ديت، لأن برضو ده هيخلينا نأكد على أهمية انتظام السكر والعلاج. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده للمريض اللي هو مش ملتزم بإطار علاجي وملتزم بإن السكر بتاعه يكون منضبط، ده بيؤدي إلى خاصة على مدار الوقت بيؤدي اللي بنقول عليها المضاعفات المزمنة. ده لو مش ملتزم بالعلاج، لو مش ملتزم بالعلاج وسكر غير منتظم. لأن احنا بنيجي نلاقي بعض الناس يقول لك أنا ما باخدش علاج وما اشتكيتش. هو أنا ما اشتكيتش لبعض الوقت، لكن مع طول الوقت هبتدي اشتكي اللي هي المضاعفات المزمنه. ايه المضاعفات المزمنه المرتبطه بالسكر؟ طبعا زي ما قلنا بالنسبه لالتهاب الاعصاب الطرفيه اللي هي قد تؤدي الى فقد الاحساس، اللي هي زي ما بنسمع اللي هي تؤدي الى الالتهابات والاصابه باللي بنطلق عليه القدم السكري، اللي هي برضو تؤدي لاحتمالات بتر القدم. احتمالات بتر القدم دي من الحاجات اللي تعتبر علامة لإن زيادة المشاكل اللي الشخص هيتعرض ليها. الحاجة التانية طبعا مشاكل العين والشبكية، لأنها بتؤدي إلى مشاكل الشبكية قد تؤدي إلى فقد البصر. والسكر يمكن احنا في بداية حديثنا قلنا إن هو يعتبر يعني من أعلى الأسباب التي تؤدي إلى فقد البصر في فترة اللي هي السن اللي هي المتوسطة، اللي هي بنسميها فترة الإنسان اللي هو productive and working age اللي هو بيشغل فيها يعني. الحاجة التانية الكلى، يعني معظم مرضى الكلى اللي بيغسلوا أكتر سبب للفشل الكلوي هو السكر. طبعا يمكن احنا عندنا هنا في مصر في سبب آخر من ضمن الأسباب الرئيسية اللي هو الضغط. طبعا لو وجود الاثنين مع بعض هتبقى المشكله اكبر. يعني ممكن مريض الضغط، طبعا لو عنده مريض ضغط اوكي، لكن هل السكر لوحده يسبب مشاكل في الضغط فيما بعد ولا مش شرط؟ هو فيما بعد لو حصل مضاعفات للكلى، لكن احتمالات الاصابه بيهم الاثنين مع بعض عاليه، يعني بنقول صحبه مش حلوه. فده طبعا تاثير السكر كمان على الشرايين. طبعا لو بدأنا بالأخطر هو شرايين القلب، فده طبعا ممكن يعمل يؤدي إلى الانسداد والجلطات اللي هي تؤدي طبعا إلى مشاكل القلب وضعف عضلة القلب. شرايين المخ طبعا بتؤدي إلى التجلطات اللي هيترتب عليها لا قدر الله سكتة دماغية لا قدر الله، بالظبط كده، اللي هي تترتب عليها الشلل أو الضعف في أي جزء من أجزاء الجسم. الشرايين الطرفية طبعا تدفق الدم الى الاطراف خاصة القدمين، بيبقى كل دي بنعتبرها المضاعفات المزمنة والتي يمكن تجنبها بانضباط السكر من خلال العلاج والمتابعة الدورية للسكر. طيب تكلمنا بقى عن الجديد بقى في علاج السكر اللي يعني يعتبر بارقة امل نقول كده لبعض المرضى ولا ايه بالظبط؟ طبعا يعني هو الحاجة الكويسة احنا قعدنا فترة طويلة في السنين السابقة كان عدد ادوية السكر ما كانش كبير قوي، وكنا دايما مركزين على ان الدواء بتاع السكر يظبط السكر عشان نتجنب المضاعفات اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن الحمد لله والحسن الحظ بدأ يبقى في أدوية حديثة، يمكن خلال يعني خلينا نقول 7 8 سنين اللي فاتوا بدأت الأدوية ديت، هي أدوية سكر بتساعد على انتظام السكر، لكن في نفس الوقت بتساعد على تخفيض مشاكل القلب والكلى. يعني النهارده يعني تخفيض مضاعف مستوى السكر في الكلى مثلا ولا ايه؟ هو احنا بنقول ايه؟ يبقى انا هو دواء سكر عشان ينظم السكر، بالاضافه لتنظيم السكر ده في فوائد اخرى بتنعكس على القلب والكلى. تنعكس على القلب في ايه؟ احتمالات تصلب الشرايين اقل، احتمالات ضعف الدوره الدمويه للقلب اقل، احتمالات الاصابه بضعف عضله القلب اقل. طيب ودي طبعا كلها امراض بيبقى ليها مشاكلها على مستوى الصحه وبتزود احتمالات الوفاه. طب والكلى واحتمالات الفشل الكلوي بسبب السكر؟ بالظبط كده. وده على الجانب الاخر بقى، هذه المجموعه من الادويه لقوا انها بتقلل يعني تقدم
او مشاكل الكلى، لدرجه ان الادويه دلوقتي بدات بعض الدراسات الحديثه تركز على ان هي في بدايه هي ادويه سكر عشان تنظم السكر، لكن ميزه الادويه دي انها ما تعملش انخفاض في السكر، بالاضافه ان لو لها فايده على الكلى وعلى القلب، فقال لك طب ما نجربها على الناس اللي ما عندهاش سكر عشان نشوف هل ممكن تفيدهم على مرضى الكلى. جربوها بقى على مرضى الكلى ومرضى القلب اللي ما عندهمش سكر، وثبت انها حسنت حالتهم، وثبت انها مفيده. ثبت انها مفيده للمرضى اللي عندهم ضعف في عضله القلب، بتقلل احتمالات الوفاه، بتقلل احتمالات تطور المرض، وبالتالي احتمالات التنويم في المستشفى، اللي هي حاجات كلها تعتبر برضو عبء على المريض وعبء على المنظومة الصحية. طيب دكتور معروف، احنا بدينا بان السمنة تعتبر من المسببات الرئيسية للسكر. أيوة. ايه مدى افادة او فايدة الادوية دي في انقاص الوزن، ولا لسه هنشتغل بقى احنا هنقعد نبحث عن طرق لتخسيس يمكن برضو دي من الحاجات برضو اللي كانت جميلة حقيقي مع مجموعة من المجموعات السكر اللي هي أدوية اللي هي بتساعد على انتظام السكر، ودي بتشتغل بصورة معينة بنسميها احنا GLP-1 receptor agonist، او يعني اللي هي بتزود نوع من انواع الهرمونات من الامعاء، لكن هي احنا بناخدها بصورة مباشرة، وهو في البداية دواء سكر، لكن لقينا انها لما مع تنظيم السكر بتقلل الوزن، فدرسوها لوحدها مع جرعات اكبر، لقوا ان هي لوحدها بعيد عن السكر بقى بتقلل الوزن. يعني ممكن مرضى السمنه ياخدوها مع نفسهم كده، وهي موجوده دلوقتي هي موجوده دلوقتي في السوق المصري، بتستخدم لمرضى السمنه بعيد عن السكر، لانها بتستخدم في السكر بجرعات معينه، وفي السمنه بدون السكر في جرعات اخرى. طيب في حالة استخدامها لمرضى السكر بعيد عن السوري لمرضى السمنة بعيد عن السكر، لابد برضو تحت طبعا استشارة طبية، ولا اي حد يروح يجيبها من الصيدلية ويتعامل معاها؟ طبعا لا، هو يفضل طبعا تحت اشراف الطبيب، لان هي برضو ليها جرعات محددة بتتاخد بيها لفترة زمنية علشان برضو اشوف تأثيرها، لان هي برضو يعني يمكن برضو الواحد يحب يشير زي ما هيش رخيصة، هو طبعا الصحة هي أغلى شيء، لكن هو دواء مكلف، فلازم أحطه بصورة معينة عشان أخد الفايدة اللي أنا متوقعها. طب ولها مضاعفات يا دكتور؟ مضاعفات تقريبا تكاد تكون بسيطة جدا، مرتبطة ببعض كده تأثيراتها على الجهاز الهضمي، لكن لا تؤثر، بالعكس ده هي المجموعة دي من المجموعات الدوائية، سواء بالنسبة لما بيستخدمها المرضى السكر بتقلل مشاكل القلب زي ما احنا كنا دي بنقول في قبل كده على طول. يعني هي نفس الأدوية دي اللي بتمثل حماية للقلب وبتقلل مشاكل الكلى وبتنقص الوزن. في واحدة للكلى وللقلب، وفي حاجات بقى اللي هي مخصوص عشان الوزن، دي بتنقص الوزن وبتستخدم في جرعات أعلى من اللي بنستخدمها لتنظيم السكر، والإضافة للاتنين طبعا هي مفيدة للقلب. احنا بنشكرك يا دكتور على المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني وضحتها لنا ديا، واهلا بيك، وان شاء الله نلتقي بيك مرات ومرات. الف شكر، وتحياتي لحضرتك، شكرا لحضرتك، الف شكر، بالصحة للجميع. الف شكر لحضرتك.